إذا سأجري حوارا جيدا معه وما سأبحثه ليس من شأنكم. نعم هنالك إمكانية أن سألتقي مع الرئيس الروسي والرئيس الصيني وقادة عديد الدول. نحن سرقنا لسنوات طويلة وسيتوقفون عن ذلك. الأمور اختلفت تماما. سألتقي مع الزعيم الصيني ولكي تعرفوا الصينيون يدفعون مليارات الدولارات وقبل أن أصبح رئيسا لم يكونوا يدفعوا سنتا واحدا. إذا سنرى ما سيحدث مع الصين وروسيا واليابان وغيرها من الدول. هل الكرة في ملعب إيران الآن؟ لا، ليست في ملعب أي جهة. أنا لدي وقت طويل، ولكن هذه الدولة التي تعاني ضغطا اقتصاديا، تمر بكارثة اقتصادية، يمكنهم حل الأمر بشكل سريع أو خلال 10 سنوات. ما يقررونه أنا لا، أنا لدي كل الوقت، ولكن العقوبات صارمة جدا وعليهم أن نتعايش مع هذه العقوبات، ولكن على إيران أن تقوم بالأمر الصحيح بالنسبة لشعبهم. المشكلة أنا لست متأكدا فيما إذا كان قادتهم يأبهون لشعبهم، ولو كانوا يأبهون لأبرموا اتفاقا، ولكن أعتقد أنهم أنانيون وهم أغبياء إذا ما رفضوا ذلك. نعم سألتقي مع جهات عدة، سأتحدث في ملتقيات عدة، وكما تعرفون أنا سأزور كوريا الشمالية بعد انتهاء قمة الدول 20 الكبرى. سأقضي يوما ونخطط لعديد الاجتماعات مع عديد الدول. نحن بلد بات يحترم مرة أخرى على عكس الأيام الخوالي، بتنا نحترم مرة أخرى. هذه الدول تحترمنا الآن، لم تكن تحترمنا قبل 5 أو 6 سنوات. عادت لاحترامنا مرة أخرى. شكرا جزيلا لكم.